المهم الدقائق الاخيره من المباراه كان شويه ديال التوتر بحكم ان اللاعبين ديال المباراه هما داروا المجهود اللي عليهم، والحمد لله هذا التاهل كان هنا وكاع المغاربه، وان شاء الله غادي يكون الكاس ديال المغرب ان شاء الله. كان الماتش يعني المغرب تبارك الله لعب مزيان، والفريق الاخر حتى هو ان شاء الله كان حتى هو لعب حتى هو مزيان الحمد لله. المهم مرات الاجواء بحماس وتعصبنا شويه خصوصا في اخر الماتش، يعني كانت واحد المنافسه قويه في اخر الماتش. اكيد اكيد كان صعب جدا، اكيد اكيد كان صعب، حتى المنتخب المغربي كان بين مرصاد تبارك الله عليه 10 على 10 ما شاء الله عليه، كل شيء ماشي غير وليد الركراكي، حتى كل شيء كل شيء بونو ما شاء الله كان في المستوى. بالنسبه للمباراه اليوم كان الشوط الاول حاسم، كان المنتخب المغربي ضغط على المباراه، لكن بالنسبه للشوط الثاني كانوا اللعابه شويه متخوفين، كانوا شويه ديال التغييرات، شفنا لعابه جداد. هذا اللي ادى ان المنتخب الزامبي ضغط علينا في الشوط الثاني. المهم حنا جد فخورين بهذا الفوز، وكيف ما كتشوف الدراري كاع فرحانين، الشعب كامل فرحان، وخرجنا فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب. لا بالنسبه للفريق المنافس كان لعب على الامكانيات ديالو، بالنسبه هما برز في الدقائق الاخرى ديال المباراه، وبالنسبه للمقابله على العموم الفوز هو الاهم، اهم حاجه هو الفوز. والبلاد راه مفهوم، وديما مغرب وديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله كاس افريقيا مغربيه ان شاء الله. كيلعبوا مزيان، كيديروا كل شيء، الجمهور كيمشي على خاطره، ولكن كيشوفوا النتيجه. بالنسبه للاخطاء الهجوميه ما يحاولوا، حيت افريقيا هذه ماشي اوروبا ولا بحال كاس العالم في قطر. كانوا يلعبوا مزيان، ولكن افريقيا اللعب ديالهم شويه صعيب. الماتش 90 دقيقه يقدر يلعبوا مزيان، يجيو ثلاثه الفرص، يحاولوا يلعبوا على جوج فرص ما يضيعوهمش، الثالثه ماشي مشكل، ويلعبوا الماتش مزيان، حيت داروا كل شيء اليوم. كانت المباراه غتسالب واحد 4-1 ولا 3-1، وداروا ماتش زوين، وان شاء الله نتمناو من دابا لقدام، حيت الا خسروا غيتقصاو، نتمناو يلعبوا ما يضيعوش لا اهداف وداك الفرص. والحمد لله كنشكرهم بزاف، ونتمناو الخير ونتمناو التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم، حنا فرحانين بهذا الانجاز اللي دار المغرب، وان شاء الله نبقاو مع المغرب تيدي لا كوب ان شاء الله، وديما مغرب. وبالنسبه للشوط الثاني في الدقائق الاخرى ضيعوا بزاف ديال المحاولات، اللي بينهم محاوله ديال التيسودالي، اللي ثلاثه المحاولات اللي ضيع بزاف، ونتمنوا يدير المغرب محسن في الايام القادمه، وشكرا وديما مغرب. الصراحه الخصم كان المهم بينه وبين، حيتاش هما واحد شويه مولفين بالاجواء ديال الحراره وداك الشيء، وحنا هكا هكا، ولكن راه ديما مغرب، وراه ليكيب ناسيونال راه هي عاطيه، قلت لكم كاين هراره برا. ربما اضطر واحد شويه حيتاش الكراكي كان كيعطي التعليمات غير من التالكي والكي لارتي ديال البال، والمهم راه النتيجه كانت مزيانه لصالحنا، وان شاء الله راه الكاس ديالنا. وديما مغرب وديما مغرب.